يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وهؤلاء الأزواج هم من عامة النساء. هذه الدائرة تحيط بمجموعة ما أحل الله للنبي من النساء. واضح الفرق بينه وبين أي مؤمن من المؤمنين. فالمؤمنين لا يوجد عندهم محرم من عامة النساء ولا عامة الإماء، بينما النبي له دائرة ضيقة من المحللات. فنلاحظ أن النبي قد ضيق عليه في عامة النساء، فهن غير محللات له، ما عدا النساء اللاتي كن زوجات له قبل نزول الآية. كذلك الأمر ينطبق على الإماء، فأي أمة من غير الفئة هي غير محللة له، وأي امرأة أمة من الفئة ولكن غير ملك يمينه فهي غير محللة له بحسب الآية. هل يجب عليه الإبقاء على زوجاته السابقات اللاتي آتاهن أجورهن؟ نقصد بهن هؤلاء. من الواضح أنهن من عامة النساء. ما هو حكم عامة النساء؟ عامة النساء محرمات على النبي كما فهمنا. إذن كونهن من عامة النساء وهن في الأصل محرمات، فقوله إنا أحللنا لك دال على أنه يستثني ويتجاوز في موضوع نساءه اللاتي كن عنده قبل نزول الآية. وهذا يعطينا شاهد على أنه يستطيع إبقاءهن أو تسريحهن، لأنهن في الأصل كن، لو لم يكن قد تزوجهن فهن محرمات عليه. ولو افترضنا أنهن كن زوجات لم يؤتهن أجورهن، أي أنهن مخطوبات، لكان القرار فيهن الخروج من الحلية إلى بقية عامة النساء، ولا يحل له الزواج من أي واحدة منهن حتى يدخلن ضمن الدائرة بوهب نفسهن أو أنفسهن للنبي. فهنا السؤال، لو افترضنا أن هؤلاء أن زوجاته الحاليات قرر أن يطلقهن، فيصبحن حرام عليه مطلقا إلا أن يهبن نفسهن للنبي، فهل سيفعلن ذلك أم لا؟ النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. حضرتك سألت هو في نساء آتاهم أجورهن والنساء لا، بقول لك أيوه، ما هو الموهوبة هذه بغير أجر، بغير مهر. النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي واحد برضه هيدفع مهر امرأة هيتجوزها، فالآية ما وسعتش على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما وسعت على غيره في المقام ده. أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. طب لو أخونا إيه كي دلوقتي ذهب ليتزوج امرأة ودفع لها مهرها، يتزوجها ولا يتقال له لأ دي للنبي بس عليه الصلاة والسلام يتزوجها؟ أيها الآية يا إخوة، جاء في سبب نزول الآية قصة أم هانئ، وقصة أم هانئ لا تصح. قصة أم هانئ لا تصح، أوردها الإمام الترمذي بسند ضعيف، بل قال عنه الإمام الألباني ضعيف جدا جدا. لو عايزين تفصيل سبب الضعف إيه أقول لكم مين اللي في الإسناد ضعيف ولماذا ضعف هذا السبب للنزول بسببه. على ذلك تكون الآية من الآيات التي نزلت ابتداء. خلونا أسأل سؤال، هل يشترط لكل آية في القرآن سببا للنزول؟ إنما الصحيح لا، فهناك آيات تنزل لسبب، وهناك آيات تنزل للتعليم، وهناك آيات تنزل للتعليم ابتداء، يعني تنزل في سبب نزول فعشانه نزلت الآية.
وعلى فكرة ده قليل جدا في القرآن، فأغلب آي القرآن لم يكن لها سبب نزول، إنما نزلت هذه الآيات لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام وأمته أمرا من الأمور، أو الآيات تكون للتخفيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، في كما قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهذه الآية ليس لها سبب نزول صحيح، إنما هي من الآيات التي نزلت للتعليم ابتداء. الأستاذ قال لك إيه الاستفادة من الآية إن النبي يتجوز دي ولا ما يتجوزش دي بدل ما لهاش سبب نزول؟ الاستفادة يا رجل أن المسلمين طوع أمر ربهم سبحانه وتعالى، وإحنا زيكم يا أستاذ رونالد دينيو، إحنا مش زيكم، إحنا مش زيكم يا راجل، إحنا قبل الواحد ما يجي يهرش في دماغه بيروح يدور كده في القرآن والسنة يهرش إزاي، لأن إحنا لا نفعل من أنفسنا شيء، احنا كل اللي بنعمله بنعمله بالقرآن والسنة بتشريع الله عز وجل. احنا محتاجين لربنا يا اخي، احنا محتاجين لربنا، احنا محتاجين لربنا يقول لنا في كل كبيرة وصغيرة نعمل ايه، احنا محتاجين له. انتوا مش محتاجين له، انتوا احرار، انتوا مش محتاجين له يجوزكوا ازاي ويطلقكوا ازاي، انتوا احرار، احنا محتاجين له، نبينا محتاج له، واحنا كافراد محتاجين له. ما نقدرش نرفع رجل ونحط الثانية غير اما ربنا يقول لنا نعمل كده ازاي. فالأصل في كل تصرف يتصرفه المسلم أن يعود إلى الله عز وجل ليعلم ماذا يفعل في هذا الأمر. احنا عندنا حاجة اسمها صلاة استخارة يا أستاذ رونالدينيو، حتى في الأمور اللي ما فيهاش تشريع مباشر. شغلانة جيالي، هروح أشتغل الشغلانة دي ولا ما روحش؟ أقوم أروح أقول لربنا يا رب سيدني أشتغل ولا ما اشتغلش؟ فتصلي صلاة اسمها صلاة الاستخارة وتدعي ربنا إن كان في الأمر ده خير إن هو يتمه لك. احنا في كل كبيرة وصغيرة محتاجين لتشريع ربنا، عشان كده لا تجد القرآن والسنة قد غادر صغيرة ولا كبيرة إلا ذكر لنا منها شيء، حتى نكون في كل حياتنا بين أمر من الله عز وجل أن نفعل أو نهي منه أن لا نفعل. ومن ذلك زواج النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما ربنا قال لنا في جوازنا ما تتجوزوش أكثر من أربعة، والجواز لازم يكون بولي ولازم يكون بشهدي عدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام هو كمان لما يتجوز يتجوز مين وما يتجوزش مين، لان احنا زي ما قلت لك محتاجين لربنا في كل صغيره وكبيره. انتوا مش محتاجين له، فمش محتاجين لتشريع منه، انتوا احرار، انما احنا محتاجين له. فتقول لي ليه، ايه الاستفاده من الايه؟ الاستفاده من الايه من النبي عليه الصلاه والسلام ما كان ليفعل الا بامر ربه، لان لله عز وجل محتاجون انه يوجهنا نعمل ايه وما نعملش ايه في كل صغيره وكبيره، في كل صغيره. حتى بقول لك اللي ما فيهاش نص صريح من القرآن نروح نستشير فيها ربنا بصلاة الاستخارة، نستخير الله عز وجل، آسف، نستخير فيها الله عز وجل بصلاة الاستخارة. ده بالنسبة لسبب نزول. اتكلمت في موضوع ايه الاستفادة من الآية بدل ما لها سبب نزول، قلت لك الاستفادة ان لا نفعل شيئا الا بأمر من الله عز وجل، نحن محتاجون لله في كل كبيرة وصغيرة. فكما ان الله عز وجل شرع لنا الزواج بشروطه، شرع الزواج للنبي عليه الصلاة والسلام بشروطه واركانه، ونحن ونبينا ونحن نحتاج لإلهنا في كل كبيرة وصغيرة، مش زيكم انتم مستغنيين عنه يعني وبتتصرفوا من دماغكم. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي أمة من غير الفاء هي غير محللة له، وأي امرأة أمة من الفاء ولكن غير ملك يمينه فهي غير محللة له بحسب الآية. أن مجمل ما حرم على النبي من النساء هن كل امرأة حرة لم تكن زوجة للنبي قبل نزول الآية، وكل أمة ليست من الفاء، وكل أمة من الفاء ولكن لم تكن مملوكة للنبي قبل نزول الآية. لو كان النبي ينوي شراء أمة ليست ممن أفاء الله عليه فهل يجوز له ذلك؟ يعني هؤلاء الإمام، بناء على الآية فإن ملك اليمين المحللات للنبي هن فقط ممن أفاء الله عليه، فأي أمة خارج هذه المجموعة لو تملكها النبي لأصبحت في مجال الحلية بالنسبة له، لذلك نعتقد بأنه لا يجوز له. لاحظ أن النبي
لا يحل له التحرك لنكاح أي امرأة. المقصود أنه عندما يفكر في نكاح امرأة، فأين يحل له التوجه بنفسه لهذا النكاح؟ أول شيء نستطيع أن نفهم أنه لا يحل له أن يتحرك ولا يرغب ولا يتمنى ولا يريد أن يذهب إلى الفئتين من عامة النساء ولا من عامة الإمام، فهو ممنوع من الذهاب إليهم. الحركة المباحة له هي فقط باتجاه أقاربه من بنات العم والخال، وكذلك من ملك يمينه مما أفاء الله عليه. أما فكرة المرأة التي قد تهب نفسها للنبي، فهي فكرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها تتعلق بالمرأة. هل تختار لنفسها أن تدخل ضمن نطاق المحللات للنبي أو لا؟ فإن حصلت فهي حالة قد يتعامل معها النبي، وإن لم تحصل وهذا ما قد يكون في الواقع، فنستطيع أن نعلم بأن خيارات النبي مضيقة جدا، ليس له خيارات كثيرة كما هو مباح لبقية المؤمنين. مين هل كانوا بزواج ام لا؟ وهم لو مش بزواج يبقى معروف ده يتسمى ايه؟ انا عايز اسال برضو سؤال اخر، ما الفرق بين ان يطأ الرجل امراه لم يتزوجها وبين ان يطأ الرجل امراه تزوجها؟ هتقول لي ان الاولاني زنا اما الثاني شرعي، في الحالتين في وطء، في الحالتين في وطء، لكن الاولاني زنا عشان ما فيش عقد الزواج. أقول لك طيب هو مين اللي أباح فرج المرأة بعقد الزواج؟ مين اللي أباح فرج المرأة بعقد الزواج؟ هل الذي أباحها هو جورج بوش مثلا؟ هل الذي أباحها قال لك لو ما اتجوزتش تبقى زاني؟ اللي عمل ده كان نتنياهو؟ هل اللي عمل ده كان نابليون بونابرت؟ مين يا إخوة مين اللي عمل الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي فرق بين هذا الفرج وهذا الفرج، هو اللي فرق بين هذا الفرج وهذا الفرج، فجعل هذا حرام اللي هو دون عقد زواج، وجعل هذا حلال. طب ما هو نفسه اللي أحله بعقد الزواج أحله بعقد الملك، واضح بقى؟ وصلنا كده؟ اللي أحله بعقد الزواج هو الذي أحله بعقد الملك، اشمعنى قبلت منه عقد الزواج ورفضت منه عقد الملك؟ ما هو هو اللي أحل الفرج، ما هو أصل إحلال الفرج بعقد الزواج ما كانش اجتهاد منك انت وهتعدل بيه على ربنا، ده هو ربنا انت قلت ان ده حلال عشان ربنا اباحه. طب ما هو اللي احل الفرج بعقد الزواج احله بعقد الملك، مش معنى قبلت الاولى ورفضت الثانيه؟ واضح يا اخوه؟ الله يبارك فيكم، واضح؟ فعندما يسال ملكات اليمين هل كان زواج، لا ما كانش بعقد زواج، كان بعقد ملك. وعلى فكره لم يكن هذا الامر اختصاصا للمسلمين، داود كما هو معلوم كان له سراري، كده ولا مش كده؟ داود كان له سراري، صح؟ صح يا إخوة؟ ما السراري جمع سرية، والسرية هي الأمة التي يتسرى بها سيدها، يعني تدخل عليه السرور، يعني ملك يمينه. فداود كان له سراري، وسليمان كان له، وإبراهيم كان له، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان له مارية، قيل وريحانة، قيل وريحانة، يعني قيل هم دول الاثنين ملك اليمين اللي كانوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ريحانة وماريا. ريحانة كمان في خلاف فيها بين العلماء، لكن أبيح له ملك اليمين، نعم، وأبيح لأمته، نعم. هل هذا اختصاص لأمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، كان هذا موجودا عند كل الأنبياء، بل يا إخوة كمان كان موجودا بإقرار من الرب، كان موجودا بإقرار من الرب. ومن أراد الأدلة فأتينا له بهذه الأدل، أن الرب لم يكن يغضبه أن يكون لداود ملكات يمين أو سرار. يبقى اللي احنا عايزين نقوله تاني، أن اللي هيجي دلوقتي يقول أن ملك اليمين لأنه ليس لهن عقد زواج فهذا زنا، نقول له الذي أباح المرأة بعقد الزواج لزوجها أباحها بعقد الملك لسيدها، فإما أن تقبل عن الله عز وجل تشريعه كاملا أو ترفضه كاملا،
قلنا وهذا ليس خاصا بأمة النبي عليه الصلاة والسلام وبرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كان موجودا للأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ده بإباحة الفرج بعقد الزواج، أباحه بعقد الملك. فإما أن تقبل شرع الله كله أو ترفضه كله، مش هتنقي يعني. الأمر الثاني أن هذا ليس تشريع خاص بأمة محمد ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو تشريع الله عز وجل لمن قبلنا. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن النبي الوحيد الذي كان له سراري أو ملك يمين، بل كان ذلك لداود مثلا. اتفضل أستاذ رونالد في يمينه. هل ملك اليمين مباح للنبي فقط عليه الصلاة والسلام أم لكل الأمة؟ هل ملك اليمين مباح لأفاء الله عليك برضه؟ الآية ما وسعتش على النبي في مقام ملك اليمين وضيقت على غيره، كل الأمة لها هذا. يبقى الآية لحد دلوقتي ما ادتش للنبي حاجة مش موجودة لعموم رجال الأمة. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك برضه، الآية ما وسعتش على النبي في مقام ملك اليمين وضيقت على غيره، كل الأمة لها هذا. يبقى الآية لحد النبي مباح لغيره، اللي أبيح للنبي في مقام ملك اليمين مباح لغيره. يمينك مما أفاء الله عليك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، كمان ما ملكت يمينك مباح لكل الأمة. ما هو أي حد له أن يطأ ملك يمينه، مش بس النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من ملك يمين النبي عليه الصلاة والسلام السيدة ماريا الأشر. وأنا أحب اللي جيب لي الأشر، قال لك لو جبت لي نص واحد من كتاب العهد القديم الجديد أي حتة يعني بأن في حد خد ملك يمين هو لا يقبل هذا من أي إله، وأنا مطالبه الآن أن يكفر بإله كتابه المقدس. قال إله كتابه المقدس حكاية عن داود في صموئيل الثاني في الإصحاح رقم 5 في العدد رقم 13، صموئيل الثاني 5:13. وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. يبقى أنا أطالب دلوقتي الأستاذ رونالد بنيو بداية أن يكفر بداود، لأن داود اتخذ سراري، أن يكفر بداود لأن داود اتخذ سراري. ما في إشكال أخي أحمد، يكفر بإله العهد القديم اللي هو ملوش دعوة بيه ده. طيب ده النص الأول، يكفر بداود لأن داود اتخذ سراري. على فكرة ما ينفعش أقول لك السراري دول كانوا زوجاته، لأن النص بيقول كده وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد أيضا لداود بنون وبنات. اتخذ سراري وإيه؟ ونساء. طيب الأكثر من كده بقى كمان يا إخوة، أن هذا بإقرار الرب، يعني اللي عمله داود ده إله النصارى راضي عنه، إله الكتاب المقدس راضي عنه. تقول لي إيه دليلك؟ أديك الدليل، بس ما تقول لي الأول إيه دليلك. اللي عايز يعرف الدليل على أن إله النصارى راضي عن فعل داود هذا، فبس مش الكفر يكون بداود، لكن يكون الكفر بإله النصارى الراضي عن هذا الفعل، يقول إيه الدليل. اللي عايز يعرف دليل رضا إله النصارى، بتفكروا مش عايز يعرف ولا إيه؟ اللي عايز يعرف دليل رضا إله النصارى عن هذا الفعل من داود، يبقى عشان يكفر بداود وبإله النصارى بالمرة، يقول لي إيه الدليل. جميل جدا. الدليل يا إخوة هنلاقيه في سفر الملوك الأول 15:5، في سفر الملوك الأول 15:5، سفر الملوك الأول 15:5، يلا بسرعة، سفر الملوك الأول 15:5 يقول: لأن داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحسبي. قضية واحدة بس اللي داود خالف فيها وصايا الرب، وهي قضية أوريا الحسبي. يبقى يفهم من ذلك أن لما داود اتخذ سراري من أورشليم بعد مجيئه من حبرون كان الرب راضيا عن ذلك، لأن الرب أخبر أنه راض عن كل أفعال داود اللي عملها في كل حياته إلا في حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي داود ما كانش ربنا راضي عنه فيها، قضية أوريا الحسبي. غير ذلك فالله راض عن كل أفعال داود. ومن أفعال داود، اسمع أستاذ رونالد بنيو، في صموئيل الثاني إصحاح 5:13: وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون
فولد أيضا لداود بنون وبنات. فتشريع السرار وملكات اليمين ليس خاصا بأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو تشريع الله عز وجل لكل أنبيائه. فمن كفر بمحمد بسبب وجود ملك اليمين فليكفر بداود، ومن كفر بإله محمد فليكفر بإله داود. فهو ملك اليمين دول، ملك اليمين دول لهم تشريع ولا ما لهمش تشريع؟ عند المسلمين لهم تشريع ولا ما لهمش؟ ولا هي كده يعني دخلت قرية فاللي فيها دول يلا اللي عايز يجمع واحدة يجمعها وخلاص؟ أولا ملك اليمين لا تكون إلا من حرب مشروعة، وتكون في الأصل قد وقعت في الأسر، فتكون قد استرقت. يعني دي واحدة أنا بجيب كده منشتات عناوين، يعني تكون استرقت بعد وقوعها في الأسر، ومش كل أسيرة بتسترق. وبعد الاسترقاق إن كانت هذه تستبرأ بحيضة أو حتى تضع حملها، لأن وقوعها في الرق فسخ لعقد زواجها إن كانت متزوجة، فسخ لعقد زواجها إن كانت متزوجة. إن وطأها سيدها صارت لها حقوق يعلمها كل من درس فقه ملك اليمين، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. إن وطأها سيدها فحملت منه كان ابنها حرا. والأمر الثاني، إن وطأها سيدها فحملت منه لا يجوز له أن يبيعها، وإن وطأها سيدها فحملت منه كانت عتيقة بوفاته. فين الكلام ده من اللي بيوصفه الأستاذ رونالدينيو في دخول الأمريكان أبو غريب أو غيره؟ أو مات عنها يعني، نعم إن مات عنها، نعم كانت عتيقة بوفاته. إن الأمريكان دخلوا وعملوا في العراق والصومال بيعملوا كده فعلا، هم عملوا أسوأ من كده في البوسنة والهرسك بتعليمات كتابك المقدس، بتعليمات كتابك المقدس شقوا بطون الحوامل، بتعليمات كتابك المقدس قطعوا الستات قدام ولادهم، بتعليمات كتابك المقدس واغتصبوا النساء بتعليمات كتابك المقدس في البوسنة والهرسك. لكن تشريع ملك اليمين فين من هذه القذارة التي يفعلها الأمريكان أو غيرهم؟ تشريع ملك اليمين مرة ثانية يا إخوة، إن كانت متزوجة تستبرأ بحيضة، وإن كانت حامل تضع حملها. يعني كانت حامل لا توطأ حتى تضع حملها. إن كانت غير متزوجة أو كانت متزوجة ووطأها سيدها صارت سرية، ودي مرتبة أعلى من مرتبة الأمة. الأمر الثاني، إن حملت من سيدها لا يجوز له أن يبيعها أو يشتريها. إن حملت، على فكرة يا إخوة ركزوا معايا، إن حملت، عارف لو حملت وبعد شهرين ثلاثة أفتت جنينها برضو اعتبرت أم ولد، اعتبرت أم ولد بمجرد استبيان الحمل، اعتبرت أم ولد. يعني إيه أم ولد؟ يعني لا تباع ولا تشترى وتعتق بوفاة سيدها. طب وإن ولدت ابنها يولد حر؟ نعم، والولادة ليست شرط. فين ده من اللي بيتكلم عنه في سجن أبو غريب وفي غيره؟ دي قذارة الأمريكان، دي قذارة الأمريكان وقذارة النصارى الموجودين في البوسنة والهرسك. دي قذارة سفالة لا يقبلها الإسلام حتى تشريع ملك اليمين. إيه جابه للقذارة اللي حضرتك بتوصفها دي؟ الأمر الثاني، ده بالنسبة للجزء الأول. الأستاذ اتكلم عن عايز دليل من الكتاب المقدس، أتيته بالدليل وأطالبه الآن بأن يتبرأ من إله العهد القديم الذي رضي عن فعل داود هذا، وأن يتبرأ من داود الذي فعل هذا، وإلا فالأستاذ مش قد كلمته. يعني الأمر الثاني، فرقنا بين الاغتصاب والقذارة التي يفعلها الأمريكان ويفعلها وللأسف الصراحة يعني كل اللي بيعملوا كده تلاقيهم في الآخر من أتباع الكتاب المقدس، سواء كان يهود ولا نصارى، سواء فعلوها في العراق في البوسنة والهرسك في دير ياسين في صبرا وشتيلة في قانة، كلهم من أتباع الكتاب المقدس. وفرقنا بين هذه القذارة وبين تشريع ملك اليمين. الجزئية الثالثة، الأستاذ قال يأتي لأبوها وأخوها، وهو طبعا يعرض هنا بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من صفية بنت حيي. يا إخوة هم ليه ملكيين أكتر من الملك؟ هي السيدة صفية رضي الله عنها اشتكت لهم، السيدة صفية ما كانتش راضية بزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، هي اشتكت لهم. ليه هم ملكيين أكتر من الملك؟ أنا مش فاهم ليه هم ملكيين أكتر من الملك. ثم صفية رضي الله عنها لم تكن ملك يمين، إنما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقبلوش وتتحدى وما تتحداش. جبت لك إن داود اتخذ سراري من أورشليم بعد مجيئه من حضرون، فعليك أن تكفر بداود. وبعدين قلت لك ان الهك راضي عن فعل داود لان حاجه واحده بس اللي ما رضاش عنها، قضيه اوريا الحسري، يبقى عليك ان تكفر باله الكتاب المقدس باله العهد القديم، تتصرفوا من دماغكم. قلت يقتل ابوها واخوها، احنا قلنا ان الامر ده ليس في ملك يمين. الذي فعل هذا معها كانت امنا صفيه وهي ما اشتكتش اصلا، وكانت حياكم الله اخي جول.
وكانت السيدة الصفية من أسعد الناس بزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام، فما تبقوش أنتم ملكيين أكثر من الملك يعني. جملة جملة، أرجو منك الآن أن تكفر بإله الكتاب المقدس الذي أباح لداود السراري، وأن تكفر بداود الذي اتخذ هذه السراري. ثاني، أرجو منك أن تكفر بإله الكتاب المقدس الذي أباح السراري، وأن تكفر بداود الذي اتخذ هذه السراري. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هذه الدائرة تحيط بمجموعة ما أحل الله للنبي من النساء. واضح الفرق بينه وبين أي مؤمن من المؤمنين، فالمؤمنين لا يوجد عندهم محرم من عامة النساء ولا عامة الإماء، بينما النبي له دائرة ضيقة من المحللات. فنلاحظ أن النبي قد ضيق عليه في عامة النساء فهن غير محللات له، ما عدا النساء اللاتي كن زوجات له قبل نزول الآية. كذلك الأمر ينطبق على الإماء، فأي أمة من غير الفي هي غير محللة له، وأي امرأة أمة من الفي ولكن غير ملك يمينه فهي غير محللة له بحسب الآية. ما حرم على النبي من النساء هن كل امرأة حرة لم تكن زوجة للنبي قبل نزول الآية، وكل أمة ليست من الفئة، وكل أمة من الفئة ولكن لم تكن مملوكة للنبي قبل نزول الآية. قرر النبي أن ينفصل عن كل زوجاته السابقات هكذا، فما الذي تبقى له من المحللات؟ طبعا الإجابة واضحة، اللاتي سوف يتبقين له هن كل النساء من أقاربه من العم والخال، وكذلك كل ملك يمينه مما أفاء الله عليه حصرا، وكذلك كل امرأة من عامة النساء إن وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها للنبي. هذه دائرة تمثل نطاق النساء المحللات للنبي، ومن ذلك سوف نستخلص ملاحظات مهمة. لاحظ أن النبي لا يحل له التحرك لنكاح أي امرأة، المقصود أنه عندما يفكر في نكاح امرأة فأين يحل له التوجه بنفسه لهذا النكاح؟ أول شيء نستطيع أن نفهم أنه لا يحل له أن يتحرك ولا يرغب ولا يتمنى ولا يريد أن يذهب إلى الفئتين من عامة النساء ولا من عامة الإماء، فهو ممنوع من الذهاب إليهم. الحركة المباحة له هي فقط باتجاه أقاربه من بنات العم والخال، وكذلك من ملك يمينه مما أفاء الله عليه. أما فكرة المرأة التي قد تهب نفسها للنبي فهي فكرة قد تحصل وقد لا تحصل، لأنها تتعلق بالمرأة، هل تختار لنفسها أن تدخل ضمن نطاق المحللات للنبي أو لا؟ فإن حصلت فهي حالة قد يتعامل معها النبي، وإن لم تحصل وهذا ما قد يكون في الواقع فنستطيع أن نعلم بأن خيارات النبي مضيقة جدا، ليس له خيارات كثيرة كما هو مباح لبقية المؤمنين. الشيطان استبق لنا أهل الكتاب اللي قبلنا في شرع اليهود، كان الرجل يتزوج من بنت أخيه، من بنت خلزة يتجوزها، وكان يتزوج من بنت أخته. طب شرع اليهود حتى تبص في مثل سيدنا موسى عليه السلام هتلاقي حاجات غريبة في المسائل دي، اللي بيتجوز بنت أخوه واللي بيتجوز بنت أخته والكلام في شرع النصارى. لا، الإنجيل يختلف، يتعكس.
الحواشي اللي هم الضرائب على الدم اخواتك بالحشية الاولى درجة الاولى ولاد اخواتك بالحشية الثانية ما ينفعش تتجوز الحشية الاولى ولا ينفع تتجوز بالحشية الثانية ولاد عمامك بقى بالحشية الثالثة تاخد من الحشية الثالثة فعشان كده بقول بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك اللاتي هاجرن معك يعني الهجر معاه للمدينة. طب بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللي ما هاجروش حتى لو اسلموا لا يصح له ان يتزوجهن. طب الحبيب فور اسلام ينفع يتجوز بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته سواء هاجروا ولا ما هاجروش؟ ينفع. يبقى الآية ضيقت ولا وسعت؟ ها التي هاجرنا معك يبقى الآية ضيقت ولا وسعت؟ ها ضيقت. اي مسلم اي مؤمن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان له ان يتزوج ما شاء من بنات عماته وبنات خالاته من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته سواء هاجروا ولا ما هاجروش. التي هاجرنا معك النبي بقى مشترط عليه في الآية التي هاجرنا معك. جميل. وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك يبقى ضيقت عليه ولا وسعت؟ خد يا اخته في اصناف من النساء في حين وسع على باقي المؤمنين ان يتزوجوا غير هذه من هذه الاصناف وغيرها. فالآية ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام مش وسعت. ضيقت في موضعين. الاولاني ان اشترطت امرأة مؤمنة في حين ابيح لغير المسلم ان يتزوج من الكتابية ماشي. والاية اشترطت بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه اللاتي هاجرن معه في حين اباحت للمسلمين ان يتزوج من بنت عمه وبنت خاله وبنت خالته سواء هاجرت معه ما هاجرتش سواء كانت مسلمة او كتابية سواء كانت مسلمة او كتابية. انما مع النبي لازم اللي هاجروا معاه. لكن لو بنت عم ابي بكر كتابية واراد ان يتزوجها له ذلك. يبقى الاية ضيقت ولا وسعت؟ ده يا حد خطب بنت عمه اللي في مكة وخدها وراح بها المدينة ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام حب يعمل كده يحل له ذلك ام لا يحل له ذلك؟ ها لو النبي حب يعمل كده يحل له ذلك ام لا يحل له ذلك؟ لا لا يحل. لا لا يحل. ليه بقى؟ اسمع. لان في بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته مشترط اللاتي هاجرن معك واللي هو هيروح يجيبها من مكه ما هاجرتش. اهي اهي اللاتي هاجرن معك. ده اللي انا عايز صبح ان المسلمين موسع عليهم. المسلمين لم يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من بنات عمه وبنات عمه لم يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته أحد إلا السيدة صفية ودي كانت عمته
وما كانش عند عمته صفية بنات، وكان بنتها زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت آنذاك صغيرة، وزوجها لزيد بن حارثة. يعني اللي عايز اقوله لك ان حتى اللي هاجروا معاه ما يتعدوش 3-4، لكن حتى لو اللي هاجروا معاه دول 1000، لو اللي هاجروا معاه دول 1000، لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالته الا اللاتي هاجرن معه. يبقى الايه كده رغم سماحها لكل المسلمين ان يتزوجوا كل بنات عمهم وبنات عماتهم وبنات خالهم وبنات خالاتهم، جت في النبي عليه الصلاه والسلام ولم يتزوج النبي عليه، لا يحل للنبي عليه الصلاه والسلام ان يتزوج الا من هاجرن معه. عشان كده قلنا الايه ضيقت مش وسعت. الوجهه الثانيه في التضييق، الوجهه الثانيه في التضييق، لو أن لأبي بكر رضي الله عنه عما نصرانيا وابنته نصرانية مثله وأراد أن يتزوجها أبو بكر، يحل له أم لا يحل؟ سواء دي كانت في مكة هاجروا معاه وثمانية ما هاجروش، وأراد أن يتزوج من هؤلاء العشر، هل يحل له أم لا يحل له؟ الجواب بالإجماع يحل له. طب لو كان من العشرة دول كمان 5 كتابيات يحل له، طب النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له إلا من هاجرن معه، وده نص الآية. إن الإجماع على أنها ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، جت في المقام ده مقام القرايب وضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تضيقه على غيره. واضح؟ بنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هنا ضيقت على النبي. في اللي فات اللي للنبي غيره ما فيش توسعة ولا حاجة، في ديت ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لازم يكونوا هاجروا معاه، يعني مؤمنات وهاجرن معه، في حين إن أي حد، عبد الله بن سلام كان يهوديا مش كده يا إخوة؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا قبل أن يسلم، صح؟ صح؟ جميل. لو عبد الله بن سلام أراد أن يتزوج بعد أن أسلم بنت عمه اليهودية، أهي لا هاجرت معاه ولا أسلمت أصلا، يباح له شرعا ولا لا يباح؟ يباح، يصح. جميل، يصح. طب لو أراد النبي أن يتزوج من ابن عم من ابن عمة له يهودية أو نصرانية، لا يصح ذلك. يبقى الآية ضيقت على النبي عليه الصلاة والسلام في حين أنها موسعة على غيره.